وننتقل إلى الحصاد الأسبوعي. فعلى مستوى الأداء العام لمؤشرات الأسواق العربية، فقد سيطر اللون الأخضر على مؤشراتها خلال جلسات الأسبوع، وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري إيجي إكس 30 خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 2.1%. وجاء سهم شركة مطاحن وسط غرب الدلتا في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 19.99%، بينما تصدر سهم مينا فارم الأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 14.60%. أما من دولة الإمارات، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي على ارتفاع أيضا بنسبة 1%، وجاء سهم أبوظبي الوطنية للتكافل في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 15%، بينما تصدر سهم أرام قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 10%. فيما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على ارتفاع أيضا بنسبة 0.12%، وجاء سهم الرمز كوربريشن للاستثمار والتطوير في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 14.85%، بينما تصدر سهم ناسداك دبي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 12.86%. كما أغلق المؤشر العام للسوق السعودية على ارتفاع بنسبة بلغت 0.47%، وجاء سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 12.41%، فيما تصدر سهم تهامة للإعلان والعلاقات العامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.98%. فيما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على تراجع بنسبة 1.73%، وجاء سهم طيران الجزيرة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 2.31%، بينما تصدر سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.63%.